كاينين شي امهات الله يرضي عليهم خلي هذا لو ميساج بغيت ندوزو الامهات رخفوا على ولادكم خلي ولادكم يعيشوا حياتهم راه ماشي حتى ولدتيه راه غادي تحكمي لي في حياته هذاك الدري عطاه لك الله باش حتى هو يجي يجي من زي من خلالك لهذا العالم باش حتى هو يعيش حياته ويدير دارو ويدير يدير, يدير, يدير موليداته دو ما يمكنش مي... كوبي لو كوردون امبيليكال صافي لا البنات ولا الاولاد راه بزاف د الامهات خرجوا على الزواجات د ولادهم اكوز دو هادشي انا عشت هاد الموقف اي دايوغ بقى بقى 12 عام عاد عاود جوج تخيلي 12 عام 12 عام بقى بلا جواج انا تزوجت وطلقت تزوجت وطلقت وتخطب هو يلاه دير يعني الله يخليكم الميمات خلي ولادكم يعيشوا حياتهم يسلوا يغلطوا خاص هما زعما حبا في وليداتهم تيلمون كتبغي ولدها كما بغاتوش يتكرفص ما بغاتوش يتعذب ما بغاتش شي واحد شي بنت شي بنت تعدى عليه را طرتي ولا نزلتي غادي يعيش غير داكشي اللي مكتاب ليه وخاص يوقع ليه هادشي لي لان الحياه دايره بحال هكا كل واحد خاصو يشق طريقو وياكل العصا ويطيح وينوض ويطيح وينوض ويدي بريمي وينوض ويتقعد ويتهرس وينوض لا في اي كونسا واخا تبغي تحامي عليه حتى تسخفي غادي يعيش داكشي اللي مكتاب ليه تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب